نقول دايما السياقة فن، كل موسيقى فن راقي يستهوي كل شخص زار هذا العالم المليء بالاكتشاف. بما أني نعشق السياقة ونهوى الموسيقى، كل صوت يصدر من المحرك نتخيله معزوفة بإيقاع ديالها، ولما الإيقاع والمعزوفة تتبدل نعرف لابان. محمد السلام عليكم خويا العزيز، لاباس محمد؟ بيان يا محمد، والله غير عيطت لك يا خويا، راني اون بان في الطريق، قعدت نفريني رجلي قاعد يروح في الفيد، البيدال ما كانش كاع، ما نقدرش نفريني كامل. جوستومون شعل لي يعني دون تولي كاني مقاري انتو ريكروج هكذا حاجه حمراء وي. داكور، بروبلام تاع لي بلاكات. من اهم الامور اللي لازم يحرص عليها السائق في سيارته الفرامل لي فران، تو سامبلومون باسكو تقدر تطيح في موقف وين ترهن به حياتك. وكم هذا الموضوع حساس ومهم، قررنا نعرجوا عليه في عددنا نهار اليوم من الكراج. خليونا نتبعوا هذا الفيتيار ولا نعوده. أثناء القيادة على الطريق غالباً ما نوقع في شيء مفاجئ، هذا الموقف يحتاج منا ردة فعل. كاينة حاجة وحدة تقدر تنقذنا من هذا الموقف، واللي هي نظام المكابح أي فرامل للسيارة. هذا النظام يسمح لك بإبطاء ووقف سيارتك أثناء التنقل، بعدها تبدأ الفرامل في التسخين لأن الطاقة الحركية للسيارة سيتم تحويلها إلى طاقة حرارية. نظام المكابح أو الفرامل يعتبر من أهم الأنظمة لتحافظ على السلامة في سيارتك. قيادة المركبة بنظام مكابح تالف أو مهترئ أمر خطير جداً، وقد يؤدي إلى مواقف لا تحمد عقباها، تعود آثارها على السائق والركاب والمشاة والسائقين الآخرين على الطريق. وفي هذه الحالة نصيحتنا ليك أنه لازم تتفقد حالة المكابح في سيارتك كل يوم. في عدد اليوم سنحاول أن نلقي نظرة عن قرب على نظام المكابح في سيارتك، ونتعرف على أنواع الفرامل المستخدمة في السيارات وطريقة عملها، كما راح نسلط الضوء على صفائح الفرامل لبلاكيت دو فران، القطعة الأكثر استهلاكاً والتي يجب تبديلها فور انتهاء صلاحيتها. بعد ما شفنا الفيديو حول السيستم دو فريناج، جينا عند سي محمود هنا باش ينورنا اكثر حول هذا الموضوع. سي محمود اهلا بك. الله يسلمك. سي محمود، اسكو تقدر تحكي لنا على لو سيستم دو فريناج وانواع تاعو في السيارات، وشكون هو الاكثر استعمالا؟ اليوم حاله ثوره لو سيستم دو فريناج، لي باسي من سيستم دو فريناج ا فيرودو لو سيستم دو فريناج ا بلاكيت. Certaines voitures actuellement sont dotées de systèmes de freinage par plaquette à l'avant et un tambour avec fer au dos à l'arrière. Tandis que les poids lourds, c'est des fer au dos qui agissent pour arrêter cet engin. Il y a certains véhicules qui entrent dans le tatouage où les plaquettes sont à l'avant et à l'arrière, système plaquette. Les fer au dos commencent à disparaître. Sur le système de freinage, عنده قيمة كبيرة في السيارة. إذا أجبرتك الظروف باش تفريني وما تصيبش الفران تاعك ريبوندي كونفينابلمون، سافا كوزي كارثة. محمود، قلنا من فضلك القطعة الأكثر تضررا اللي نقدر نقولوا نسموها كونسومابل في السيستم دو فريناج. في السيستم دو فريناج لو كونسومابل تاعو إلي سامبل، سي لي بلاكيت. لي بلاكيت avec les frottements qu'elle va subir tout au long de la conduite, ça va s'user.
الوزير هذيك يفو يا ليميت فور لا رومبلاس جوستمون سي محمود كونسيرنون لي بلاكات كاين بزاف ناس يعاودوهم ومن بعد رابيدمون يولوا اوزي نقدروا نعرفوا السبب علاش علاش ما مشي حافظوا على لي بلاكات اسكو من السبب من الكونديكتور ولا من لي بلاكات هذا سؤال لازم يكون لان لي بلاكات راهم مخدومين بان الياج هاد الالياج il est composé par des pourcentages. Les pourcentages, il faut les respecter. Parce que l'alliage, ce qu'on appelle un alliage, c'est un alliage. Bon, avant, quand on a fait les plaquettes, il y a l'amiante. L'amiante, parce qu'elle est cancérigène. Ou l'amiante, quand on a fait les plaquettes, pour éviter l'échauffement. Schana, qui va provoquer un frottement plus rapide. Donc ce qui fait une usure très rapide. Maintenant, il n'y a pas de l'amiante, donc le frottement est très rapide. Mais tout dépend, il s'agit de la conduite de la ville, l'instamil bzaf, le freinage, ou là, à la barra, Donc, l'excès de la conduite, ou généralement, en grande partie, la durée de vie des plaquettes, ça varie entre 15 000 حتى 30 000 كيلومتر لا سامحني سي محمود بصح يا با يونيكمون سا ماشي غير لاميونت ولا الياج ايتو كاين اسباب واحد اخرى اللي تخلي لي بلاكيت لا ديري دفي تاعهم ما تقعدش ولا تقدر تنورنا بهم المشاهد قلنا شنو هما كاين لو ديسك تاع الفريناج اللي يجي فوقو لي بلاكيت هذاك لو ديسك سي لي اوزي الى دي بتيت فيسور الى دي بتيت دودان Qu'est-ce qu'il va ? Il va frotter les plaquettes davantage. Donc, il n'est pas dans de bonnes conditions. Il faut changer aussi le disque. Maintenant, qu'il y a la contrefaçon. Justement, c'est un sujet très sensible. La contrefaçon de les plaquettes qui ne respectent pas les normes de l'alliage. On dit qu'il faut 30% aluminium, 20% hadid, 30% nahas. دوك النحاس ولا ما يديروش باسكو يستقام غالي والنحاس هو اللي كان الماده الاساسيه تاع لي بلاكيت صح سي محمود دوك المشاهد كيسمع تقول له لا كونتر فاسون كيفاش هو يقول لك انا ما نقدرش نعرف نجي نشري اون بيس دوريجين ولا كونتر فاسون اسكو كاين دي زانديس اسكو تقدر تفهمه كيفاش وين يشري لا بيس تاعو ولا واش لازم يجيب بون لانديس نيميرو اللي راهو اكتوالمون سي لو بري داكور tu as des plaquettes à 5000 dinars, tu as des plaquettes à 2400 dinars. Les 5000 dinars, ils ne sont pas chers pour rien. Ils ont fait un mada où le pays d'origine n'utilise que des plaquettes. Il y a des marques. Est-ce qu'il y a des spécificités que tu as fait pour savoir si c'est d'origine ou si c'est de contrefaçon? Oui, la contrefaçon, oui. Mais quel est le QR, quel est le code barre qu'il faut vérifier? La date de fabrication, le pays d'origine. Voilà, tu as une voiture. من نوع نقولوا بلا ما نذكر الاسم لازم تخيل لها لي بلاكيت تاع ستادي لازم يشري عند واحد كونفيونس تاعو عند واحد ماشي غير كونفيونس ويكون يخدم لوريجينال اسكو يقدر الكونديكتور يبدل لي بلاكيت تاعو وحده يعني ما بلا ما يروح عند كاراجيست يقدر مهمه سهله ولكن مسؤوليه كبيره وعلاش لازم نخليو لي بروفيسيونيل يخدموا لك هذه الخدمه باسكو هي هذه مصير حياه لي فران سي با نيمبورت كوا وعلاه نقول لكم علاه باسكو الانسان اللي يكون بروفيسيونيل يعرف باللي لي بلاكيت عندهم ان سونس كاين تاع الداخل وتاع البرا كاين دي فيس ولا دي بولون يجيو مع لي بلاكيت وفيهم لو تيفلون هذاك لو تيفلون هذاك سي ان فران كي تنحي لوريجينال اللي يكون فيها لازم تركب جديد ما تركبش القديم هادو كاع يعرفهم لو بروفيسيونيل وما تغامرش بحياتك. فوالا دونك اللي ما يعرفش مليح الفو ميو با لازم يروح عند بروفيسيونيل. لازم. داكور كونسيرنون سا اسكو تقدر تورينا ان بتيت ابيرسي باش المشاهد واللي يعرف هذا. لابد هذه. نديروا اون ديمونستراسيون نشوفوا كيفاش نبدلوا ان شاء الله لازم نديروا اون ديمونستراسيون افيك لي بارامتر كيما كنا نتكلموا وقتاش لي بلاكيت يتبدلوا وقتاش الديسك يتبدل لا كومبوزيسيون واش يكون فيهم هذا السيستم. يلا دوك نشوفوا الكوتي براتيك.
الديسك هنا راهو دون زان تري بون ايتا ليك يا با دو غورج اون فوا كي سوا كونسومي يبدا لي غورج هنا يدير لي غورج لا غورج هذيك علامه لي بيسور تبدا تنقص اوزوك هذا هو السيستم دو فريما اون جينيرال عندك لو ديسك دو فران عندك لي تري لي بلاكيت هما هنا داخل لي تري هادو لي بلاكيت كومون يفون اجير سو لو ديسك بو اريتي لو فيكول اون فوا لا بريسيون سو لا بيدال سا با بروفوكي اون اليمونتاسيون لوكين سي لويل سبيسيال فران كي فا بوسي ان بيستون Un piston qui est doté de joints, ça sera un autre sujet pour notre prochaine émission. C'est des coupelles, ce qu'on appelle des coupelles. Le piston est tabé à la plaquette elle va serrer au niveau du frein et ça va bloquer la roue. Il existe plusieurs disques de frein. Celui-là, il est ventilé. Ventilé, mais il se ronche. Il est en deux parties. Voilà, qui a un disque direct. Hadak il chauffe plus que le disque. Actuellement, ils sont en train de percer. Les voitures de course, ils sont percées. Ils trop bien, mais ils sont franchement, tu as les plaquettes. Ah. La montée d'adrénaline. Là, il y a des minutes de débloquer la direction, mais je suis dehors du tri. Je suis démonté les plaquettes. Pour accéder aux plaquettes, on doit desserrer et démonter les trilles. Ah oui, donc on a tenu 14 ou la pince. Là, on a 16. Oui. Là, c'est un peu plus, 17. Là, on va libérer les trilles. Sur un côté barque, les trilles. Hada ou le boulon important, il connaît la hadra, les gym à les plaquettes. Donc, une chauffe au téflon, les fait. Bleu, voilà. Hada, c'est un téflon, en même temps, c'est un frein. C'est important. C'est important, ou les chutes les trilles. Ah oui. Hada, généralement, on bat il dit jdid dans le boîte. Hada, tu fais le tikl, là. Hada, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, les trilles, t'as là, on t'a là. Voilà. Hada, les plaquettes tac. Bon, je suis là. فوالا هذا هي لا بلاكيت السوز هنا هي السوز او نيفو دي فروتمون مع لو ديسك هذه سي اون بلاكيت دوريجين على 40000 كيلومتر اللي انكور ا موين مو يوتيليزابل مازالت لا دوري تاعها هذه عندها 40000 كيلومتر لي سيكال كيفاش نشوفوهم هنايا كي لي سيكال يبانو عندك في الديسك هنا في لي بلاكيت ينحفروا باسكو مع الديسك اذا الديسك كان اوزي اي فا اجي سو لي بلاكيت لي بلاكيت ينحفروا وتولي لاديرونس موفيس نعم ولا بوت كي تجي جديد على بلاكيت تجي فيها 12 ملم اكتيالمون راهي في واحد 6 5 6 دونك راهي في لا موين إذا هبطت الأربعة ولا ثلاثة مليمات خلاص ومن بعد يولي كي تنسكن لابلاكيت الحديد ياكل مع الحديد تولي تبدل لي بلاكيت والديسك وحياتك راهي مجهولة في الفريناج
خاسر في خاسر تولي بوان ولي بلاكات من الاحسن نهار تبدل تفي نيتواي طون سيستم دو فريناج كاين واحد لي برودوي ينشفو تمتم نيتواي باش هذيك لا بوسير تنحى هاي لا بوسير ماشي لي بريفيون سي ان ديسبيرسور بون بلا ما نقولوا لي مارك و... فوالا لو بيستون اللي هضرنا عليه هذا هو هذا موضوع واحد اخر هذا هو الصحتان بعد ما شفنا كيفاش نبدلو لي بلاكات وقبل ما نختم فوني نوت باسكو هاد النصائح راح تفيدكم باش تعرفوا الطريقه السليمه كيفاش تصونوا نظام المكابح تاعكم اول حاجه لازم تجنبوها سحفوا شويه باسكو سيستم دو فريناج هادوش اشاك فوا تعفسوا على لي بيدال باش تحافظوا على لي ديسك وعلى لي بلاكات تاعكم سيو استعملوا لو فران موتور يساجي اون براتيك دو ديكسيليري اوتوماتيكمون فوت موتور حاجه واحده اخرى كي تفواياجيو ما تعمروش السياره تاعكم بالباجاج بزاف علاش باسكو كل ما تكون العربه محمله كل ما عمليه الكبح تصعب على السائق اي اون فان صحاب لا مونتي دادرينالين اللي يحبوا يسوقوا بدون مانيير سبورتيف هذه الطريقه ما حتحتسب لكم لا الكاربورون ولا الديسك ولا لي بلاكيت